سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كيما راكم تشوفوا هذا الفيديو بديته لكم بالخلايا. شوفوا الحكايه كيفاش. هذه وحده بعثت لي قالت لي اسماء انا يا خت العروسه درت لي ماش شارجي، شوفي كيفاش شعري راهو داير وراني نبكي، واختي يعني كي العروسه كي شافتها بطلت ما حاش دير البالياج تاعها، يعني بداو نهارهم بالخلايا. كي ورات لي شعرها لقيت فيديو يشبه الحاله تاع شعرها كيما راكم تشوفوا هنايا باش نوريكم. شتو الصوف، شعرك يولي كي الصوف، كشغل كبش، شعرك يولي كي الصوف، كارثه يعني تحرق لك من لاغاسين حتى لي لونغور كامل كامل. شعره ماتت، هذيك شعره ماتت وتبدلت الكاليتي تاعها، ولات لها شعرتها كي تاع الجبار وراهي مشمخه، غير تنشف تولي الشعره تاعها ناشفه ناشفه كي الصوف خلاص، يعني تمسيها تمشطيها يبدا يطيح يبدا يتكسر وحده. كيما في هذه الحاله على بالكم مام الفيلر، الفيلر هذا ا بي سي دي اللي قلت لكم للشعر المطاطي اللي يبدا يتكسر، ماشي هذه الحاله اللي يعالجوا. هذه شعره راهي ميته، هذه شعره ماشي الاستيكي. واش معناتها الاستيكي؟ ولا يعني باش تعرفوا كل برودوي وقتاش تستعملوا، هذه اهم حاجه كي نهضر على حاجه ثاني تعرفوا واش تشروها. شعر الاستيكي كيما قلت لكم كي تروحي ديري لي ماش ولا بالياج تحسي شعرتك طابت، تحرقت لك شويه من تحت، يعني في عود ما تروحي تقطعي شعرك هكا كامل، تقطعي هذا الشعر كامل تقطعي له غير شويه من تحتها ديري له ايغاليزاسيون، من بعد تروحي ديري الفيلر ا بي سي دي اللي هو مخصص للشعر المطاطي. من بعد موراه تاني لازم تكملي تخاتمون تاعك، ماشي هكداك برك، خاطش هادو ما مدركومش الترطيب، هذاك يقوي لك الروابط تاع الشعره ويسقمها لك. تروحي عندك بزاف لي ماسك اللي هدرت عليهم تاع اللي يرطبوا الشعره، عندك الزيوت، عندك سيروم اللي لازم لك علاج طويل. هذا في شعر المطاطي. هكذا البنات مي كيما هاد الحاله على بالي هدرت لكم فيديو، هذه الشعره راهي ميته ماتت لها كامل، تخاف تحطي المشطه هكذا تجبدي كامل هذاك الشعر معك. يعني انا ما نتمناها حتى وحده. على هذا كي تروحوا ديروا لي ماش شارجي اش يقولوا، ما تطموش الشعره في جهه وحده، ما تدكسوهاش وتغطوا شعركم يعني بتابي الومنيوم ولا ساشي ولا وتخلوه وانتم راكم على الكساري. خطا البنات، لازم الشعره تفتحوها باش تتنفس، خاطرش تقدر تسخن لك غير في الصومي دو تيت يخرج لك تما لي ماش بالخف، من بعد تمتم يتحرق لك ويطيح شعرك وساير داير شعرك مازال ما خرجلكش. لي ماش صعاب، هما قد ما سهلين تكنيك تاعهم سهله لي ماش، واش ماشي حاجه صعيبه. مي يلزم لهم العسه، البالياج تاني يلزم له العسه، يعني لو فات تروحي ديري بلوندور مع الاوكسيدون باش تواسي شعرك لازم تعسيه، ماشي تخلي شعرك تروحي تقصري. كيما هاد الحاله لكم تشوفوا فيها حاله تاع الصوف كارثه. انا واش قلت لها؟ قلت لها قطعي منه ديغادي قصيره بلا كوب كيلي تاع بكري، مي كوب كيلي شغل تنقصي منه بزاف هذاك الشعر اللي راهو محروق. من بعد الى يعني تقدري اشري هذا الفيلر. مي علاش المشكل كي نقول لكم اشري الفيلر؟ الفيلر غالي، يعني كيما هاد الحاله ماشي خطره الاولى، لازم تداومي عليه. وهذيك باش تشري قرعه غاليه تشري كات دوز يسقامو لك غاليين غير اللي تكون خدامه ولا تقدر ولا فهمتوني، يعني داومي عليه. عندك واحد الكات سيونس كل في السمانه تعاوديه دو فوا هذا الفيلر بدون حراره، ما تروحوش ديروا كيراتين ولا بروتين ولا بوتوكس اللي تخدموا بالليسو، خطا. كاين بزاف اللي لهم حاله تاع شعر راهو محروق وتقولها تاع اليوتيوب غير ما تتبعيهمش، راهم يديروا بيبليسيتي هذا ما كان. تروح دير لها بوتوكس ولا بروتين ولا بالليسو تخرج هي فرحانه بشعرها راهو مكسل، مي غير تغسلو يبدا يطيح يبدا يتكسر. ما كاش منها البنات، كي يكون شعره محروقه لازم تخدمي الصوان تاعك بلا ليسور بلا حراره. كيما هذا الفيلر ا بي سي دي راكي خدمتيه، موراه لازم تستعملي لي ماسك اللي يرطبو. انا عطيت لكم كامثله كيما هادو تاع بيوبلكس، سورتو هاد القرعه الكبيره هادي يا بتحقروهاش كامل بزاف 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 هايله. هو تونر او ميم طون ماسك تاعو اللي يرطب اللي يخلي لك الشعره رطبه وتزلق وحدها، تلقاوها عند الكوزميتيك ويبيعوه بلي دوز، يرطب بعجب ويخلي لك ترطيب في شعرك.
وهذا تاني هذا يا وشنو اللي شعرهم ناشف لازم تداومي 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 عليه. هذا السبراي اللي يجي معاه تاني بزاف مليح، رشي مليح في شعرك كيما هاد الحاله راهي رايحه تقدر تمشط شعرها، مستحيل لازم لها هذا السبراي كيما تاع هذا منتوج بلادي. تلقاوه يتباعوا هادو مال الزوج، يعني انت تستعمليه ماسك ومن بعد تروحي للسبراي، عمري شعرك مختي القرعه مليح، من بعد روحي رشي في شعرك مليح، رشي رشي باش تبدي تمشطي، باش المشطه تدخل في الشعره باش شعرك ما يطيحش هكذا. من بعد تنسي السبايغ، تنسي لاباتين، تنسي الليسوغ، السيشوار ما تستعمليهمش كامل في هذه الحاله، تروحي تعمري شعرك بهدايا. اذا عندك زيت جدايل ولا غري يرطب يرطب مليح الشعره، انا قرف عجبني، ولا رحت حوست عليه هدايا سيروم تاع لامارك زينيكس تاني هايل يرطب الشعره ريحته شابه بزاف هايل، ماشي هذاك السيروم، كاين بعض السيروم اللي يتلاصق اللي ثقيل في الحاله تاعك انت ما يولمكش هذاك السيروم، العكس يولمك السيروم اللي يرطب واللي تشرب الشعره باش شعرتك تقوى. وخليه لازم لك كل يوم تمشطي شعرك الصباح وعشيه وتعمريه بالزيوت وتخليه، وما ننصحكش بزاف بلي شامبوان خاطر الشامبوان فيه مواد كيميائيه اللي ينشفوا الشعره. على هذا في الحاله تاعك انتيا لازم لك هذا هو يعني العلاج اللي تجوزي عليه، تروحي الفيلر الا قدرتي تشريه، قلت لك دو ولا حتى الان سيونس في السمانه لازم ديري خطره في السمانه حتى تعالج الشعره. من بعد عندك ماسك مليح يكون اللي يغذي الشعره كيما هذاك تاع بيوبلكس، وعندك سبراي لازم وضروري باش شعرتك ما تقطعش سينو ما تمشطيش كامل، ومشطه تكون مليحه اللي تمشط الشعره ماشي مشطه ثاني اللي تقطع الشعره. خطره درت لكم واحد الباك تاع ايسوغ الى تشفاو يجوا معاه دو بغوس نمشطو بهم شعرنا كيما هاديه تاع انزو، هادي بزاف هايله عندها قرنو هي عندي، كاينه اللي كبيره على هادي وكاينه هادي، يمشطوا الشعره يسلكوهم، شوفوا اي مشطه في هادو الحبيبات اللي لاصقين واللي طرايا، شوفي سلكوا لك شعرك انتي وتحيري، هادو ما بزاف ملح. الا لقيتوهم الا لقيتو هذاك الباك يعني خصك ليسور وبوكلور وخصك مشاطي غير شريه شريه وتهناي، هادو ما بزاف ملح، ما ملي شراو هذاك الباك داروا لافير. فوالا قلت لكم يعني عندك روتين سبراي تمشطي شعرك من بعد تعمريه بسيروم ولا زيت جدايل، هادي تاني من غير تقوي لك الشعره سيغتو انتي في هاد الحاله شعرتك راهو يطيح راهي تتكسر خصتها حاجه اللي تقويها، هذا زيت جدايل تلقاوه عند حلاقه بلادي بزاف هايل. فوالا شوفوا اي شعره ماتت عليك وعلى المصرف، عندك ما تصرفي عليه ولا تقطعي شعرك كامل، يعني ايه تقطع فيها فيها تقطعي شعرك شويه لازم فيها فيها، من خير ملي تقطعيه كامل من لاغاسين. فوالا وعلى حساب ضرر الشعرات تاعك، انا الفيديو تاع اليوم درته لكم على حساب الشعر الكارثه اللي كيما هنايا، تخيلي عرس اختك راهو قعد له يامات وانت شعرتك راحت من لاغاسين، واش حديري ما عندك ما ديري، كارثه. على هذا اول حاجه لازم لي ماش بالياج ما يندروش في الدار وحدكم هكذا، حاجه تاع ديكولوراسيون تندر عند حفافه وحفافه بروفيسيونيل، روحي عند حفافه زيدي شويه وتخدم لك حاجه بطبع، ولا خلي شعرك طبيعي خير خير ملي تحرقيه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، دائما نقول لكم البنات ابوني وشان يوتيوب ابونيونا يا كلام بنت بلادكم ولا لا ابوني وشان يوتيوب عاونوني باش تطلع القناه تاعي بكم انتوما، وروحوا الانستغرام انا دائما بارطاجي معاهم منتجات اللي عاونوهم واللي ساعدوهم واللي سقموا لهم شعرهم بزاف، خاطر دائما نقول لهم سقسوني وانا نجاوب، وهذيك دائما تكون في الانستغرام. اللي تقولي ما عنديش انستغرام ساهل، بالفيسبوك تاعك وانت حليتي انستغرام يعني ماشي حاجه كبيره، اكتبي بيوتي ود اسمك تخرج لك الانستغرام تاعي وانت تبعتيني، وفي ستوري تبعوني في ستوري، هذه هي وهذا هو الفيديو تاع اليوم، والى فيديو اخر والسلام عليكم.